تمام، قفلناها. نقدر نشوف اي حالة دلوقتي من غير ما حد يعرف ان احنا شفناها. اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم اسلام مندو. في الفيديو ده هتعرف ازاي تشوف حالة صاحبك او صديقك من غير ما هو يعرف. لو انت اول مرة تتفرج عليا فياريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. اول حاجة هتفتح الواتساب، تاني حاجة هتروح على الثلاث نقاط اللي فوق، هتفتح سيتنج، من سيتنج هتفتح اكاونت، بعد كده تفتح برايفسي، بعد كده ريد ريسبيتس، تلغي العلامة دي. تمام، قفلناها. نقدر نشوف اي حالة دلوقتي من غير ما حد يعرف ان احنا شفناها. لو عايز بعد ما شفت الحالة وعايز ترجعها تاني، تروح على الاعدادات وبعد كده اكاونت، بعد كده برايفسي، بعد كده نفتحها تاني. كده لو شفنا اي حالة دلوقتي هيعرفوا ان احنا شفناها. لو عندك اي استفسار او اي تعليق ياريت تسيبه في كومنت تحت، واتمنى انك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.